حكاية أفراد. الشيخ عبد الغاد الجيلاني أي واحد انتين نين مريد كيزاها هذا كورنا وايدي شيء يضوى قرنت ملك الموت با يسوان كي إذا قادن الشيخ ورن قليلين أيو مريد كيسي أوك عن رافي كد من مريد كي با نفط لك قادن مريد كي مركي للتها جي مريد كي هو يدي أياس عبد الغاد الجيلاني أتمت مركز هذا الشيخ هو ويل كي يجي هذه أنا مريد كقوها ولا لتجي أو يا قات ملك البود بقات ماشي وش عبد القادر جيراني كجرمدي ملك البود أو نحنا سي صعدة أو نفتي مريد كوت نف في عال كلا وساق هذين الدمبيل وجوشرت أو ميل سي مراه يوش عبد القادر جيراني كده بتجي بالربع حس كقوي إل ينقبو قوي ملك الجيل واكا وريري كد من الدنبيشي باكا نعضي وحي نفكو شرت الدنبيشي أصولنا كلي يعضي كد من مريد كنفتي سي صوفة كتا يو مريد كي بيكو صور نقطة شركي بيكو صور نقطة مريد كي يصعدا أيا شيخ هو يميد هو يدينا أتاقي بل تانا قصود واقصك له ملايكتي بوحاك حق بدن وبلايا كان عدش عبد الغاد الجيلاني حكاية كلا ايضنا مشهورة هريباني دي مكوشة قتها ايضا وحكاية دي يا سلمان يا سلمان سوى قرن ميزان سوى دي قعليا ايضا سي الشيخ مشايق دو ده كم اذا وركا شيقي ووذاتك الشيخ محمود هاي قبل الله حكت دجال لهم هي. يه دنا هورين واقوش هجاي يوتيوب كانوا واتكو عارفتين يو سوشيال ميديا. وحولي هنين أولياء ده كم ده؟ أو سماد فولي شري أو كور عادي شري. أيا دقائق يقول. مركو سماد فولي. وحولي شري يا حنان يا حنان يا حنان وركاسو دقائق شري نين خادم وهاي مريد كيساها وأرضي وهابا وحول شيخه وإنا كرعا ربا وان كل الدولة شيخي وحو كويري وني مكري كرتيد ماذا نقاريني ميش هذا اسكتشو ما شيخنا كرعا ربا إلا والله وكاما هراك هاي هذا إساس ده مركان دقائقو دي عركتو أنا وحان ده يا حنان يا حنان أدو واحد ترى هذا يا سلمان يا سلمان يا سلمان سلمان كوا مقع شيخ مقع يق قفصو أنو مركان يا حنان كدولة هاي مقع يق أقول كدولة يا سلمان ده ولا دقاقي هذا السر مركي لما رأي مريد كينا وقها يا سلمان يا سلمان وذات كينا ودبط دولة هاي أيا مركا إبليس بويم مريد كوي ما رأي مركا زاوي حوكويل ورهاده مجا باقي واد قالوا ذي مجا عن أتكون واقعي الشيخة سو من مغليس المجا شيخة وحو كده واقعي ها ومحولي يا حنان يا حنان مجا إلهي بكده واقعي هذه مجا باقي مجا عن وذات كنت أضحي ستو ما مجا إلهي قبست يا حنان ما ده مريد كي وركا وحبوك فهمي مرقا صوب بالله بينو ده يا حنان يا حنان يا سلمان كي واسكتور يا حنان يا حنان يا حنان تو بلا بابي وصود عاي مركو صود عاي شيخا قبتي مركو قبتي والي سلسود دقي مركو لول كالي سلي شيخي بوي ديوحو الشيخو مركان يا سلمان يا سلمان لها وان سعود ودولها ايه مركان عيلاهي مقع عيلاهي مركان قبصدو يا حنان عن إلي محانو صود عاي وحوكو يدي واحد صود عاي أدوه عارف متهد عارف كاكود دولي كرمجع إله إلهي ماذا أقولني واي عارف كوا مرتبة أي صوفية دو قاعدان سيئكو شاك مراتب تو ديكمت لكن وحا تقاني بو يلي نين عارف هاد مجعي ستقاني وآني قاعد آني عارف ودي التقانات مجعي كود دولي كرتي لكن مجع إله حنان آنين عارف كود دولي كرم
ساس دراديد مركو شيطان إبليس كلو قويد حقا أبو دي وادي قصور عيبو هل كاسي محا كم مغضى مركا إبليس بادتك التوحيد بريا يا شيخين الشركي ببريا إبليس باوي مدو مريد كي بريا وريا سلمان إسكدا يو يا حنان قبصو مقع إلهي قبصو إبليس با بريا شيخين محو بريا ورمقع إلهي هدان قبصو تواطيعي كشيخ قبصو يا وحقل إلهي بأن كداري ورمين كرا وحاس ويوحل إسكم ماغي يا وحل مدوي لما يا وحد عن رقي سانة وخوارج ووهابية وطلاء أيه دين تيه دريقوين كلوس ودح أيه وحسن ديني أنا هو وحسن ديني أو أنا الدين معها كفر قال لي دت كات قال لي شيء سنة وحاسة كفريات أه روح كسوة مسلم وفطرة كنه لو حتى حبا أنبرننا وقرنا يا وحسن كفريات دي وحا مركا للي ووهابي وخوارج وقالوا وكان غقبت للي تاي دوا إن هذا انت فهنتان تصاليالو بانوسو قاتبه وشيدد وحيد وحا اسوي الدين لمركا وده ديدن دريقوينك قار بضان روحا تشرح علماء وفعلا او تفسير كأخرية او حديث كأخرية او لقد أخرية او فقه كأخرية شركيات كان عامدي بالله يابنتا هاي مانتا النقضي حتى يوتيوبرك يوتيوب ليدو حتى إني كو قصلان وكو ماذيستان نقضي مانتا محاي نمان كان يؤفهم إلائيهين أمدتك أقدق إلائيهين سؤال سويدين لما كتبتي حديثة أخرنا يان تفسير كبي أخرنا يان فقه كبي أخرنا يان علماء كو جرتا محاي كو لعي وحن عامدي باب قرن يسيني زين دين هيني سو سؤال سويدين لما سؤال شا وحي رانك جواب سؤال شا سنور وشيوا اللوغة جوابيو جواب تدو حوي روح بني آدم كهدو تربية معينة كوكرو وعقلك لغا حلو عقلك هدي لغا حلو ما فكريس عقلك بني آدم كان انت بدن يا علمك سيدي سوى الله سعودة علمك عقلك مكلم أرمان هدي مركا عقلك لغا حلو قولي لذا وحن عقلك بني آدم كواكا كوريا لما فهمي كرو بحر بحور بالدها بحر أولية واي يا هل كان لا مر مرمرنا مرمر قار كون دول غدا مجاز بالدا وا مجاز يا كنايو يا استعاره لي دهدا وا باب اذا فهم كرين عاموي يا هل كان مركا جوجتو عقلغا وا خريه وح عقلغا بني ادم ككوي بوي بابك اولييدو هي اسكو غلين سؤال له اسوي دين قلبك انا الى شو هل كان سال خريه مركا هدي سيدا لوغو خيرو وحيله بديه جي بنان كيالية حتى دتك عادي يفهم بين ما فهم كرت لأن عقلي عادي جي وحلوف بلا ولا جاحري ولا جاحري قذب واي سيدا استناد هو مقصود كقوله الإمام الشافعي عليه رحمة الله الإمام الشافعي بسناد صحيح وهكذا صغن يونس بن عبد العال أبا كورني وحليه الشافعي بأن مغلي أور لهيا لو أن رجل تصوف أول النهار لا يأتي الظهر حتى يصير أحمق نن هادو قلن كهور السوفيوبو بان انت باللوغة هادو سوفي نما قاتو نن ظهر كو إيمان ما يبوري إلا إساقو أحمق مويه ظهر ما يشهل لغو قاعد وحمق لقراني جدد محايتا يعني عقلي كيبا لقحر يا بني آدم كي إنو فكرو لن باب اللود دي دي هذا كا وحا إسكالي شاقوم الما شاقوم البا وحايها دي هنا هذا الكاسي هادي وقلن كهور السوفيو بو دور كؤسو قلن ماي إله أحمق نقضو نعسا إمام الشافعي بايسكالي يا هادي عايتو هاينا إمام الشافعي بايسكالي أنو وانسوك قريئو حقيقو يالا هذا الكاس الإمام البيهقي باسو ساري في مناقب الشافعي بو كشيك بسناد صحيح وكذلك أبو محمد الضراب بو كشيكي في دم الرياء في الأعمال وكذلك أبو النعيم باكو شيء في الحلية ضرق بولاية هاي إسناد صحيح أنا وكسو أرد عن الإمام الشافعي سكرنا واللوغور يا وحولاية هاي لما لزم ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد عقله إليه أبدا أفرتن بري هذا الروح الصوفية الله صعده عقلي جيسو صنقون ماي تاسا مركا كياني سواحا عامدو بكو قسليس إنه قرن وهي نكي تفسير كأخرنا يا حديث كأخرنا هي محوها هي أقوانت لها
وامد أركاسي وحلي هذا عيل نين قلبي على جوار صداي أنا جوا كسو جبتي أنا جا تدوبي تنشير أنا جوا تدوبي تمام سنتشير دري قدو عن صومري مر بدن وان شيء عبران وشيء قاتري أنا ها زيري أنا وان كسيها مر كاتفسير كحبان كأخرست نحو ذا إلى خلاصة ابن مالك وأنا خرست فقه إلى منهاج كقيبيه سهر وان قاره رياض الصالحين كوانا لو أخري تفسير كوحبا بنا لو أخري هل كاسان مريا تضوية تونسنا لو أنشرا لكن معانا هاي سوفي معانا هاي طريقة وحان حسوس هذا مر كان ديبو فيريان الله سيادة وهي أن رميسنا ووحنا دان كشيكين وحلا من يا دبلن كوكو بتبع كوكو ده واحد ولا سوكو بتوا كوسوكو بني وحان حصتا هبين هبين ندا كم ده ما قال هذا بلدويني ما قال أقوله لوك شلو ليه رادن تكني هو أنا طلبة علم كواه وحان لقيت ده دعيي كون كان صان هذا بالشيء جيش عبد القادر الجيلاني باكت عليا وحان حصتا مركه هبين بركي مركه لك على الصحضه إنتان ما قال هذا كبحه on dul buuraley oo magaalada u dhawa fuulo yaan habeenkii oo dhan waxa leeyahay Sheekh Abdul Qadir Jilani oo Sheekh Abdul Qadir Jilani oo Sheekh Abdul Qadir Jilani oo yaa maxaan doonayaa markaa waxa rumaysan Sheekh Abdul Qadir Jilani inuu meel walba joogo wax walba hayo caawo dhahdan gacmaha taagto muraadkayga inaan gaarayo aqal daradana أيضاً مثال بانديس وقاضي أنو همين حضرينين همين بركي ما حضر كتيرة وقال إن دم به أنو حضرينين أيه وده ده أدي سوام كوقي هسي تطبات صنم يلا هاي كتيرة ودل شيء دي سرارة حسنة أيه أنو حضرينين أيه همين بركي حضرة دنا الله سوق قالي أدن حضرة ويقع حضرة دي مركو الله سوق قالي حضرة دي بو نوش همري شاوش بالي ده هذا يواني كحضرة دمر كده لحسه عطوا إنتو لح قالوا لح ذي استأجوا يقول بدينا عود شيء سده مركزو مرقام يا رجع شاوش بالنا مركز ماشي بدينا لح استأجوا يقول بدينا عود شيء سده يقول بدينا أودينا وذات كيسو وذي أو وذي أو وذي نولا وذي باشي أيو هل مر إنتو كر هذه يقذات كقولها قب نقول سنواه نقول كسوق واي مركو دول كسوق أي أي مركو حوله ساسوية لا قدر قدر مركو سو حوله ورقبته وانظولة ياي ورقبته وانظولة ورقبته حوله النجي ما ننفع ورولاتك هالظولة شندها هذه فرحة كقاضي ولاتك قبتها لسنين قار حق هوري كفريستين قار قار ضمها كفريستين ولاتك ما كعيل لي نعيره طوله مركز روح الصوين يا ماشان دحى أيو إنتو صاوب وبوتيو أيو حليه وري عليا وري عليا وري عليا بوليه صاصو حقه اللي قضاه قضالنا وان كقفر اللغة حقه هرنا وان كقفر نحذو مركز سالي وري قبتة وابوده وادوله إلهي بانكو قلت داري عقلي بوحنا سينوه ورنين كشالي إساقو اللغين هاي إذي بما أنت مدولي كرا فرها كقال marka yaani wax way dadkan xuquushoodi la xid umadana arkaysaani waa umad in loo tarxumo u baah waxaani marka waa wax yaalo waxa ku soo gubanay waxa keenaya marka qodob qodobka weeyo bini aadamka aqaliga uu ku fikir laan laga xiro qodobka labaad taawiilaadka baatilka wax yaalan hadaan arkayni wax lamida dadkii waxa looga dhigaya wax yaala kala loogu fasiraya haa waa kinayaad ba la dhahaa مجهز بالدها استعارة لدها ما إذا فهمين وردين توحد وظاهر رباديهن وفهم القرآن هذه الله فسره صوما أولي كان علم سواق رسمي كريم قال كن وفهمه قرآن كن وظاهر معنيه شرعاتنا وظاهر وحلى إذا أحبا قرقرصون وذدد كريا يقانه كناية لدها مجهز بالدها يو شركة كله أنت ما شايدا قبات كشركة جوا قبات كشركة جوا هل كواه معناها ما فهم إنسان يا ما قرن إنسان يا مجاز بالنهاية وقبات كشركة كوكا بضوا
أيضاً دباتك هلوى دبات الصدحات وحوي صوت الصدحات وتقليدك ولاد هرام مري إسكت دبقل ولاد كويدي أو دبقل أو وركن كلا شان ليه ملح تأفرانا وحوي إن بدنا كم إذا روح مركو جه كوهيستو أما مرع كوهيستو أما دقالة كوهيستو حق سكستو وارك لقى مكرو لقى مكرو رك فربنا با كرسي قوده إيه جاهوده إيه دقالة هاي ميشو كو قبان حق يو أركيان أقادن واي سيدان قال لما يريد أقول أنت قار بدني مرك وحي وحن وفهن سيه لكن وحا أديدن بين آدم قال لقى مفوشيو مركي أو ميشا حوغا ملأ إيه مضحا يحوغا كو هايستو لقى مفوشيو قار واي لك كل ما حيالا سوا أسباب تمرك كيني سوا واقبا قبيني يا لابا الريموت بانك قبه إذا كبادي وحي تهي warkan ay mar walba soo xilaliyaan wadaadadu oo ku saabsan sheekh umar oo nabiga uu gaftay idhaadaan in badan waxa ka jawaabi hadan waxa ku celinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam ruux muslim ah inuu u gafo ama caayo ama aflagaadeeyo uma qasti karo hadu u qastana uu gaaloobi diintu ka bixay wixii nabi maxamed saxaabadiisu ku sifeeyeen cayma aflagaadana ma wixii nabi maxamed laftiisu uu anbiyaadii ka horeeyay ku sifeeyayna hayna ma aflagaadana ma ahadiista aad sheegaysaan ka hadlay mas'alada ku saabsan intaas ay ka kooban tahay saxaabada nabigiisa nabi maxamed sifeeynaya iyo nabi maxamed oo anbiyaadii ka horeeyay ku sifeeynaya ya oo ku sheegaya inuu ilaahay qaar kamid ku ibtileeyay in injir laysay نبي محمد ما أنبيه يكون ريوحي حديث كو حديث سقوم صحابة النبي قاورين يا نبي محمد ما عايان صحابة ديس نبي محمد با أنبيه ذا كشي يا أنبيه نبي محمد موسى عايان صلوات ربي وسلام عليه سورة قلنا ما أحاديث تاسي علماء المسلمين تا شرحي سيو شرحي نوانسو قوريي يضا تفاصيل شهدي له مدى سنة دا كسوريك تمر كان محاضرة دا كتشي دي دور كورنا كتشي دي أون كو إلي dadka mas'alada inkirsan ama suufiyaha noqoto ama qeyrkooda han noqote baxti rasmi intaad mas'alada ka sameysaan waa idin sugayay si cilmiye uga soo jawaaba ilaahay hadda jawaab cilmiye ma leh laakiin si daqdaqatul awadi baalaha dadweynaha si loo kiciyo waa la yidhaahay ma maqashaynaa waa ninkii nabiga xayay kanuu sameeyay war iska daa warkaasi qaab cilmiye u soo jawaab mas'alada xadiisteed hadaad garanayso waatan aqwaashi ahli cilmiga waatan saxaay ku taala sunanka ku taala masaniid ku taala naqligeedii waa lagaamaba qarinba banaanka lagu soo dhigay ma si fiican uga jawaabtid aafadu marka waxay ka socotaa ahadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo fahamkaaga iyo urfiga soomaalida iyo mujtamaaceena ay nulla aadno ku fasirno kadibna halka ay ka soo baxdo macna xun oo ay u muuqanay laakiin urfigii nusuusta iyo saxaabada iyo salafka iyo culimada ee aan idhi waxyaalaha wiilku uu sheegay ama ninkii dhalinyarada ahaa sheekha uu sheegay kutubtiisa wax ka mida laga heli karaa wadaadka iyo ninkan dhalinyarada daaciga ee sheekhan ayaan la eriyanin waxa uu sheegay keen ha la dhaho kutubtii sheekhana wax ka mida ka muuqda arrinkii isaga ahaa kama soo jawaabin waan loo dambaysaa burtaa iyada dib aan uga soo jawaabi doonaa taana jawaabteedan sugi laakiin waxaan rabaa inaad ii sheego waxaa hadda isoo gaadhay maalinkaasi dhowr bayd oo shicir ay ahayd oon idiin sheegay hadda taqriiban lix toddoba kitaab oo kutubtii sheekha ay soo gaadhay daraasadeedaanan ku jiraa markeedaanan soo bandhigi doonaa sheekha kutubtiisa maxaa ku dhex jira haddaad sugaysaan intaana waad sugi kartaan haddaad soo hormartaanna ahlan wasahla soo dhawaada xaqiiqa waxay sataa sheekha waa lagu fidnoobay sheekha waa lagu fidnoobay waana lagu fidnoobi doonaa waan qabaa in lagu fidnoobayna waxaa ku tusaya youtubeka waxaad ku arkaysaan hadda ama social media waxaad ku arkaysaan mid wadaadadii oo sheekha atbaacdiisii ka mida oo leh shaki nagagama jiro in sheekh cuhmaan ruuxdiisu
حتى إني كُشِرت جنة الفردوس شكينا كما تروا ما لقوا في دماغي سلقوا في دماغي يا جنة بحياء مسوفية بعز مسوفية طريقة بحياء جنة إلهي بحياء صوما إلهي نعيد دونه جيا وذاتك أقول هذا أديك كل قمية ما هذا جنة كله جنة وحي أخذوا على الله بحياء روح الصلاح السكرية وناجي كوريك هاجم وغضنا كنا وقوم مرقاتي كي كرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم مرقاتي كي كرواه إلى النص أي ما دول الله شجع هبل وأهل كنا نبي صلى الله عليه وسلم وكا جابصلي ماشي نبي محمد كا جابصلي وده السوفيا كل يرنا يدردريه حكي نبي وكا جابصلي صلى الله عليه وسلم حديث كفي صحيح البخاري قصو كان أم العلاء قبل اللي ده وهوين الرئة أنصار هذا ودمر كالنبي قبل هذا الله قال صلى الله عليه وسلم أي وحي تيري أم العلاء النبي صلى الله عليه وسلم وقتي كيسي مهاجرين تي مركي مقالة مدينة يمادين والله قيب صدايا والله قوري تورتي سيدي لو مرتي قالين لها مهاجرين تن مقالة وكوح السبع يميد والله قوري تورتي مهاجرين تي والله قيب صدايا مركي أنك هذا نناي قويس كنك وحان نقصو هكاكي بيترينين كالي رادو عثمان بن مضعون وها رجي سابقين تي مهاجرين تو كم بدها نزاهيدا نوها قريها النجى بن دشنة بتي لقريها إنه قريب كده دشنة ثم واحد حنون صدي حنون كينا واقو جيريودي رضي الله تعالى عنه وارضاه مركو جيريودي ولا دقي ولا كم في مركي لا كم في ولا دياري ولا آسي ربو أي النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحان إلي بيت رهدان الملعلاء وحان إلي رحمه الله رحمة الله عليك أبا السائب إلهي نحريستي زكور كاقها أهات أبي سائبو فشهادتي عليك وحان كاقا مرخاتي كعيا لقد أكرمك الله إن إلهي كرامي سمرت وقرت يدوى صحابي المهاجري أو وناق لقويا قاني مركز إنت تري نبي كما مسلم صلى الله عليه وسلم وحولي وما يدريك أن الله قد أكرمه أم العلاء يا كوشاقين إلهي كرامي بلو في رسالة حقيتك كنتي إلهي بعثمان كرامي يا كوشاق حقيتك كنت مركز واحد تري بأبي أنت يا رسول الله أباهي بان كورنا في سنة وواذي قال قالي سنتهي فمن يكرمه الله يا كلو إلهي كرامين يا هدان إلهي عثمان كرامين يا كلو الله كرامين لها بيتي وانين قال يا زمرت مرخاتي فور كان يا سمينيسا والصحابيه يدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحيد اما هو اسغا فقد جاءه اليقين كيريد باوتيد بود والله اني لارجو الله لارجو له الخير خير بان ارجين يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم صوما والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي اسغا اسكداي أنا الرسول كي إلهي أها وحلا يقص ما يندون قرن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إسق إسق بداي سمعت مركز النبي يقول فوالله لا أزكي أحد فركز قبر لي وحي تري فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا ما أنت وحي كذب بي عثمان إذا أنا هاي أماني نماي تسكين ماي إلهي بكو كرامي رده ماي يا واروح ويد ويدي شيخ عثمان إيوه عثمان بن مضعون كيف فضي بضل يا ور عثمان بن مضعون وصحابي مهاجري هذا النبي يقول يري كرامين تأذوق ريسا قبريها وادخلنا يا وح كرامي يا الله روح وإلى قمية شنو قال يا مالها هذا لك أقدرني وذاتك هدو شنو أنكو قابس الله وحما هاتين الفردوس الأعلى واي الفردوس الأعلى واتي يوسر ريس سمعت وقالوا فتنة بين مركا وحاني إلى مركا ودادنا وحمجاملين يا ومحوها هاي أيضا وحصوا خلدا هذا المرة يا وداد كشيخ أي قبر جيسي أنا خالص أي كإيمان كرت ما أنتنا أي بهالك مرة يزبا إن لم جاملين أو محوها هاي لقرقريو أو شيخي أي كان اللي يده هذا مسألة داسي مسألة دين تجايفك وأوان حقنا وحوي مركا يا ريتو هالك مرة يزبا ما دين الله شيخ شخص اللي هو حد قد بما
لا عاي مايو لا أفلاجدين مايو لكن أمدن لنا عود اللانتية هل استدين تيدو كشرتي عقيدة ذي ذا وإن لي دو ورارين تو هالكام كشرتو يا إنك شيخ بوها الله ليه هاي الله نوغن حريص بدن وحو جيستي باكهر يا يا حدو خير هانا إلهي بولي لا حدو وحك لأهانا إلهي بولي لا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم روح البوحي سوليه لكن أمد عقيدة إن لقف الساديو وقلوه يحد قدك إلى هيركا قاراي صح ما هو الرئي واجب وإن لصحا أي تهي سيداس درادية باحولي ماذا مسلمين تكتبتوا ذا عقيدة وحيكو قرين أحد النص لوهين إنو أهل الشنية هاي شن الله ما قيري كرو اللهم عدي النص وقري يا سيدا العشر المبشرون بالجنة طبعاً كنين النبي قد شنده وقمر خاتك عاي يعني أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة طبعاً كنين النبي قد شنده وقمر خاتك عاي وقمر خاتك عاينا يا عكاشة بن حصن شنده النبي وقمر خاتك وقمر خاتك عاينا فاطمة بنت رسول الله سيد نساء أهل الجنة خديجة إدي قوني شن الله وقول شيء سيدا سانو شيء مسلمين تأنتوا هذا كله وحلينا خير بانور رجينينا ما قرت كدم بيله مسلم كأنا عذاب بان أقرب قينا عذاب وقلا يدي ماين صوما ما دام إيمان وكل إنتي عذاب بان أقرب قينا كان خير كبدنا شن نور رجينينا لكن شن وقلا يا ماذا بحية شن هذا نكى النبي صلى الله عليه وسلم بوحيل إلهي بان كرد أرتي ولا إرسل إلهي أدم دافين الهبل الله وحوكويري من ذا الذي يتألى علي يا وإنك أنيك يعني هولاهيك قلي هي هبل لودم دافين نار لبقين لار بالقين يتشنى لقين هولاهيك بات قشي واي مركز ربي حوكويري سبارك وتعالى السقن واندم دافين هذه كان نار بانكو قي وفي رصدا محوك قلي هول إلهي بو قلي تشنى هبل قلي يتشنى نار بو قلي وهول إلهي هؤلاء إلهي مركز سكفر قشرته هذه كم مالي دون وحاوي وحميشي يال سيداس درادت وحيابها النوحة سوكلا ووحنا قيل السينية ولماذا قيل السينية ومدني دين تيدها إلى شطو وحي إلهي اللولة تقع عقيدة دا أقو مهم سن هذه عقيدة دو كافة سادو صلاة كو أنفيح مايسو صونة كو أنفيح مايو حجنة كو أنفيح مايو أخلاق وناسا كو أنفيح مايسو نار باد قلي ولي بغات كواري هذه عقيدة ذو كافساد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أنبياء مركوا إلهي كسو الشيكي دوري يطبى النبي ألا محيول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دعوذني ما لها يومد كسو بدبادي كسو صارتي بكمتح لكن قاربا ولي ماشي توغه ايغنا وانا ود دالينا وانا مخو اهي واخ غارسينينا وانا اوتورينا وانا ادعينينا الله انه ايغنا واخ فانسيو وكسو ساره وحيالها نوخاسو كلا واسا ان دادال لوو بخيو امدنا وحيالها نوخاسو كلا اني كفويباتو لوو دادالو ددكا كودلايو هاوشا هينا وا خوارج اي وا وهابيه اي وا تكفير اي وركن لا دلدلايو ان اسا اوفاندو واخ لا اسكو هيو ووحيالهان إذين شيئين نذو صنبردقى يبنانك يالا إيه شركياتك إسكاعد عد واروحني وقال لما جوجية وحقلوا لسكوها يمجد مجتمعوا وقال ماها مسلمين تو وقال ماها يعني مساجدوا وقال ماها حل الله يماها ليقود وبنائه ماها وحال اسكوها يوحل وحاني قال لما ويه جوجية انت أسان كلمة دي كسو قبقبين يا وحي صوابة إلهي باي وافجي أساقانا إسكالي عبالك وحي خلطنا إلهي بان أكبر النغنية وأنا الله صحي كرا وحي خلط الكاسي وحان كقبحيا وانكو قبقبينيا وين عدتم وين عدتم عدنا بانكو قبقبينيا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.